ترى ما الذي أصاب فيجيتا فجأة؟ أرجو ألا يكون فيجيتا قد عاد إلى طبعه الشرير الذي كان عليه في السابق. أعجب من أمر خوضك المنافسة وأنت فتى ضعيف. ترى ماذا أصابك يا أبي؟ أي عقل؟ نعم، ربما نسي الأهوج فيجيتا أن القتل أمر ممنوع في المنافسة. لا، لا أظن ذلك. أنا أريد أن اسمعني جيداً. سواء استسلمت أو انسحبت سأقتلك. ولكن اسمعني. اكتفيت، سأقضي عليك الآن، وبعد أن أقتلك سأذهب إلى كوكب سادلا وأدمره وأجعله هباء منثورا، وسأنفي عائلتك وشعبك إلى كوكب مجهول. دراغون بول سوبر في الأوقات التالية على أكشن.